فتلاوة القرآن خير عبادة وبه نخاطب ربنا الرحمن وهو الذي أحكمت آياته ظهر الجميع بلاغة وبيانا وهو العلاج لكل قلب متعب سئم الحياة ولازم الأحزان يستمطر الرحمة من رب السماء لسامعيه وقارئه الآن وطلبان والإسلام ما زال عطاء متجدد لا وجاورني يا رب العالمين تعالى على مصالح حضراتكم الاتحاد الاذاعه والتلفزيون المصري والعربي جمهورية مصر العربية في العالم الاسلامي والعربي القرى الذي شرف مصر والعالم الاسلامي كله في المحافل الدولية مقيم بقرية شبرا اليوم مركز زفتة غربية ليلة قادة عبد الناصر سيدنا الله عز وجل توفيق السداد حسن الاستماع وتفضل فضيلة المشكور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما
فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين موقوتا ولا يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما ولا واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما
ولا تقل للخائنين خصيما واستغفر الله واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم حقا ولا تكن للقائلين خصيما استغفر الله إن الله كان غفورا رحيما لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب فإن سألت بني آدم يغضب الله يغضب إن الله سؤاله لا كان بني آدم حين يسأل يغضب هكذا إخوتنا إخوة المدى الإسلام عشنا استمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي كانت من سورة النساء كانت متابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقال تكريما للراح الكريم الله أسأل أن يجعل هذه التلاوة نورا يتقاطر على قدره وأن يكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم التلاوة كانت بصوت العلم القرآني والإذاعي الكبير قريب اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي العربي وفخر قراء محافظة الغربية القارئ الذي شرش مصر والعالم الإسلامي كله في المحافل الدولية أمير النغم ملك المقامات والمقيم بقرية شبرا اليمن مركز زفة محافظة الغربية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر نقلناها على مسامع حضراتكم عبر أسير الهندسة الصوتية معرض الفضل إضاءة الحديثة السادسة الكبرى تحت إدارة المهندس مجدي حرب وأولاده المقيمين بشبرا اليمن اشتراك مع علماء طويل فراشة محافظة الغربية تحت إدارة محمد مسلم مقيم بشبرا اليمن أما الخدمة الخطية الممتازة إدارة الإدارة السابق محمد محمود الوطي من أبهال أما الخدمة الخطية الممتازة إدارة ياسر ياسر مقيم أيضا من أبهال أما نصر الجديو إدارة مهندس إبراهيم عوض عوصوا هذه الليلة القرآنية المباركة صاحب قناة تجويد القرآن الكريم على شبكة الإنترنت والمقيم مدينة طنطا إخوة الإيمان والإسلام مصرف الراحة الكريم المرحوم بإذن الله تعالى العالي تمام نور الدين شرارة عمدة شبرا اليمن مركز زفة تقدم فضيلة الشيخ ضياء تمام نور الدين شرارة أستاذ حمادة تمام نور الدين شرارة الأستاذ عمرو تمام نور الدين شرارة أستاذ أسامة تمام نور الدين شرارة حاج علي نور الدين شرارة وجميع عائلة شرارة شكرا اليمن وتقدمون بخير شكر وتقدير لكل القيادات الشعبية القيادات التنفيذية ولأعضاء مجلس الشعب وإلى علماء الأزهر وبلاد الأوقاف قوة الإيمان والإسلام إلى الملتقى إلى ما بعد صلاة العشاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.